السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامج البرمجة مع العبقري. فتواضع عدة دورات في الويب، وأخيرا وصلنا إلى دورات أو بداية دورة الـ CSS، والتي هي مرتبطة بالـ HTML أو مرتبطة بدورات الـ HTML. الحلقة الثانية من الـ HTML، آخر شيء كتبناه في تلك الحلقة هو الآتي، والآن يجب علينا أن نضع ألوان وأشياء خاصة بهذه الأشياء. أولا وقبل كل شيء، ما هو الـ CSS؟ الـ CSS نسبة إلى الـ Cascading Style Sheet، وهو مرتبط جدا بالـ HTML، حيث يعتبر الـ HTML هو البناء والـ CSS هو الصباغة والألوان. فإذا مثلا رأيت طاولة بدون غلاف، فالطاولة هي الـ HTML والـ CSS هو الغلاف الذي فوقها أو اللون. باستعمال الـ CSS في الـ HTML هناك عدة طرق يمكنك استعمالها لكي تربط الـ HTML بالـ CSS الذي قمت بإنشائه. أول طريقة، وهي بعد الخط الخاص بالـ HTML ستكتب style وأكتب الـ CSS الخاص بك هنا. هذه كطريقة أولى. أما الطريقة الثانية فهي أن تتوجه مباشرة وكما فعلناه في حلقة الووردبريس، تلجأ إلى المكان الذي يتواجد به ملف الـ HTML، ثم تعمل كوبي وتسمي هذا الملف بالستايل ومكان HTML CSS، ولكن يجب عليك أن تقوم بإفراغه وأن تجعله فارغ لأنه عبارة عن HTML. الآن أصبح CSS. يمكنك أن تستعمل هذه الطريقة أو هذه الطريقة، ولكن في حلقتنا لهذا اليوم سنستعمل فقط الطريقة الأولى. إذا كتبنا مثلا heading أو عنوان كما رأيتم في الدورة الحلقة الثانية من الـ HTML header 1، ماذا سيظهر لنا؟ header 1. أردنا لهذا الهيدر أن نجعل له background يعني خلفية، نجعل لونه أبيض ونبدل أو نغير الفونت أو نوع الفونت الخاص به أو نوع الكتابة أو الخط الكتابة أو خط الكتابة. ماذا نفعل؟ اسمه h2، يعني نضغط أكتب point h2 ونفتح البريسز. الباكجراوند أردته أن يكون مثلا بهذا الشكل orange، وأردت الكتابة أن تكون يعني color FFF. FFF تشير إلى أن اللون هو أبيض. الـ background color والـ color يختلفان فقط من نسبة من ناحية الدور. الـ background color هي اللون الخاص بالـ arrière plan، يعني خلفية وما وراء الهيدر أو ما وراء العنوان، والـ color هو في الحقيقة اسمه text color، ولكن هذا غير موجود في CSS، لذا قاموا بتسميته بـ color. لنجرب. عندما تريد تجربة الـ CSS الذي وضعت ستجد مشكلة لأنه لم يشتغل. لماذا؟ لأنني أضع له أنه وقلت له بأن هناك ملف CSS سيعتمد عليه، لذلك إما أن تستعمله في وسط الكود أو تقوم بعمل ملف. وإذا كنت تستعمل ملف فضع الـ CSS داخل ذلك الملف، وإذا كنت تفعل ذلك وسط الكود فقم بحذفه. إذا كنت تريد الـ CSS الخاص بالهيدر 2 فما عليك إلا كتابة h2 بدون point، لأن point تشير إلى class. نعم، الآن أصبح الـ CSS موجود. إذا كتبت point فلن يشتغل. لماذا؟ لأن الـ point تشير إلى class، وهنا نتوجه إلى ما هو الكلاس. إذا كتبت هنا كلاس header 1 وكتبتها هنا hd1 ستشتغل. لماذا؟ لأن الكلاس الخاص بالـ CSS هو hd1. وإذا غيرت ذلك وأردت فقط أن أعطيها شكلا فقط
التغيير لهذا الإدنان ما علي إلا أن أكتب H2 فقط وبدون point. وهذا السيمبول هو خاص بالID، يعني يجب أن يكون ID هنا. مثلا أردت العنوان أن يكون في الوسط، إذا أردت أن يصبح العنوان في الوسط سأكتب text align أين center، يعني في الوسط. نعم أصبح عنوان الآن. يمكننا تغيير السايز font size، ويمكننا حتى تغيير الخط مثلا 32 بيكسل أو 32 إنش إلى آخره. ثم الفونت فاميلي، الخط الذي تريده مثلا سيجيو والفيردانا إلى آخره من الخطوط. نعم الآن أصبح جيدا. يمكنك التدرب على ذلك أيضا باستعمال البراوزر الخاص أو المتصفح الذي لديك كما أفعل أنا. أضغط على Inspect Element ولا Inspect Element ثم أغير ما أشاء مباشرة بدون تغيير الكود، ولكن عندما تنتهي قم بنسخ هذا الكود وضعه في الكود الرئيسي لأن هذا فقط Preview. مثلا سأغير إلى 006 CFF سيصبح أزرق. والآن يمكنك أن تغير ما تشاء أيضا، مثلا Feeding لكي توسع هيدر وتصبح كبيرها على هذا الشكل إلى آخره من الأشياء سنتطرق إليها خطوة بخطوة في الحلقة الآتية. هذه فقط نظرة على CSS. إذن حلقتنا لهذا اليوم قد انتهت. كان معكم محمد كمال، لا تنسوا الاشتراك في القناة، اعجب بهذا الفيديو، انشره إذا أردت ذلك، إذا لم ترد ذلك فهذا ليس واجبا عليك، فقط لا تنسوا الدعم ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.